انا ما كنت مفكرتك ضعيفه لهالدرجه، ما بيصير هالشي. والله اللي بيشوفك بيفكرك مره حربوقه وقويه وقد حالك. امي عن جد انت مو معقوله. لا والله انت اللي مو معقوله، ما لازم تفكري بقلبك. هلا الولد راح والبنت رح تلحقه، لانه بالاول والاخر الاولاد مرجعهم لعند امهم. يعني الامور كلها عم تمشي لصالحك، واللقمه وصلت للتم، معقوله تتركيها وتمشي؟ ان شاء الله بيسلم هالتم يا امي. الرجال مثل العجينه، اذا تركتيها بتنتزع، بتلاقيها انتفخت وحمضت، اما اذا عجنتيها بتساويها على كيفك. ليلى انت طول عمرك شاطره وفهمانه، شو صار لك هلا؟ بطلتي تعرفي مصلحتك؟ ما عادت مثل الاول. طيب خلي الست جيهان تحني ايديها والست عليا تشمت فيكي، وانت خليكي بكرامتك وضلي عم تبكي. ماما ليكي غرقت سفينتي. مو مشكلة ماما، بسوي لك وحدة ثانية. تعالى. أمك رح تساوي لك حاجة تانية. انبسطي يا زلمة. تعي حبيبتي، تعي معي مشان فرجيكي الألعاب اللي عنا. بابا قومي معها. أنا شو عامل ببنتي لحتى وصلت لهالحالة؟ شوفي بدي اسالك، انت ناويه تبيعي المحل تبعك؟ سمعتك وانت عم تحكي مع صاحب المكتب. ايه وانت شو دخلك؟ عم اقول لو تساعديني بقرشين. مشان شو؟ مشان سهراتك؟ لا والله بدي افتح محل. شايفني كثير متفضيه. متفضيه للسيد ميار، ان شاء الله ساعديني. ليك انا مو ناقصتك، كل حق المحل ما بيكفيني. ايه بس اخوكي معه حق، انت شو دخلك بدون الشركه؟ هاي بيت قدرنا ما في حدا، وبما انه الاستاذ ميار مديونك هالقد خليه يبيعه. ها ولا امه ما بتقعد الا بالفيلات. ممكن ما تتدخلوا فيه، انا بعرف شغلي منيح. ما عندها غير شقفة هالمحل وبدها تفرط فيه. راما كم يوم صار لها ما نامت؟ ما بعرف، ما انتبهت عليها، على علمي عم تنام، بس امبارح ما نامت بنوبة. وانت كمان مانك نايم استاذ ميار، يمكن انت كمان بحاجه لجلسه نفسيه، مبين عليك تعبان. والله انا محتاج لكتير شغلات، محتاج ترجع حياتي مثل الاول. بظن انه هذا الشيء صعب كتير. فهماني عليك. هذا الدواء لراما، اعطيها منه مشان تقدر تنام، هو مهدئ عام وانت فيك تاخذ منه. هلا رح ترتاح الدواء، والاسبوع الجاي منبلش معها بالجلسه. شكرا دكتورة. استاذ ميار هذا الدواء لإلك، خده بمواعيده ورح ترتاح عليه. ماشي على اذنك. في شي مرمم برا وحامض من جوا. المخلل غلا. برتقال. البرتقال مو حامض. طيب الليمون. برافو حذرت. هلا اجى دورك تشعر تحذرني. بتفوت على بيتها صغيره وبتطلع منفوخه. صمومه. ما قواك دغري حذرتها. انت كثير ذكي وفهمان وبتجنن. شو عم تعملي؟ عم نحذر بعضنا حزازية. طيب حذرون. دورك انت. بتفوت على بيتها صغيره بتطلع منفوخه. حبيت رز؟ لا سمونه. سمونه.
استاذي هدى. شو هالمفاجاه الحلوه هي؟ كثير اشتقت لك يا حبيبه قلبي. يا الله صايره ما احلاها، خزيت العين. ميار خير ان شاء الله؟ نحن كنا عند الدكتور. ليش الدكتور؟ شو رجعت تستفرغ؟ أربعة خمسة. يلا إجا دورك. ليش ما عم تزبط معي؟ تعال علي، تمسك الحجر بإيدك وبتدني رفتك هيك، هوب، بتزدها هيك على سطح المي، عرفت شلون؟ يلا بابا، هلا خالته حسيبه بتعمل لك جاتو على الشوكولا. تعي حبيبتي، تعي، عاملة رز بحليب كتير طيب، هلا بنحط عليه قلوبات وبناكل. ظاهر أني جوزتك لوحدة مجرمة، كل الحق علي. يلا اذبحني، بستاهل الذبح. أمي ليلى ما دخلها بشي. ما دخلها، لكن مين عمل هيك بالبنت؟ راما هي لحالها. لا تقلل عقلك، اكيد ليلى ما رح تقلك انه هي اللي عملت هيك. بس انا شفتها بعيوني كانت عم تجرح حالها. انت لازم تاخذ بنتك وتروح لعند الدكتور، الظاهر انت عم تحلم. شو بكي امي، لسه هي جايتنا من عند الدكتوره وقالت انه هي عم تعمل هيك من كتر الضغط. ابني معقول هالحكي؟ شو عم يخبصوا هالدكاتره؟ لا ما عم يخبصوا، هي هي الحقيقه. كيف يعني؟ راما عم تعمل هيك من الضغط وما بيصير تضل هيك. ايه راما لازم تعيش مع امها. شو؟ اللي ركضنا تعبنا راح على الفاضي، كل شي عملته راح على الفاضي. هلا كل شي رح يصير مثل ما بدها الست عليا. اصبر شوي، انت لانك تعبان عم تحكي هيك، فكر منيح، اوعك تغلط هالغلطه، بعدين بتموت بحسره شوفت اولادك. شوف هي ما عم نقدر نشوف العيس، واذا عليا اخذت راما ما رح تخلينا نشوفها كمان. امي أنا هلأ نسيت حالي وعم فكر ببنتي. ميار حبيبي، هاي أنت أخذتها لعند الدكتورة وبكرة بتصير منيحة وعن الله عليها، بس اصبر شوي. أمي مشان الله لحد هون وبس، أنا رح أخذ راما لعند أمها. ليكون مفكر أنه نحن ما عاد بدنا البنت منشان هيك رجع البيت؟ غريبة، أنا كمان تفاجأت بجيته على هذا البيت، بس الظاهر اطمن بعد ما النائب العام أخلى سبيله بدون مشاكل. شو رأيك نتصل بعليا؟ لا بلاها أحسن، خلينا بالأول ناخد البنت لأنه المسكينة مو ناقصة صدمة جديدة. مزبوط. ألو خلدون؟ ها متأكد أنه لساتهم بالبيت وما طلعوا؟ تمام كتير منيح. طيب ماشي الحال، نحن هلأ جايين على الطريق. تمام. يمكن انت تسرعت بقرارك، بكره بتندم، وقتها ما فيك تساوي شيء. خذ بنتك ورجع على بيتك وحاول تهدي اعصابك، روح نام كم ساعه وبعدين تقعد تفكر. هي ليلى كيف يعني واحد؟
عم اقول لك البنايه وقعت قبل شوي، خبروني من الموقع. في حدا تأذى؟ 5 وما بعرف يمكن يكونوا اكثر. هذا اللي كان ناقصه. اصاباتهم خطيره؟ في واحد مختل. لأي مش فنقلتوهم؟ ماشي ماشي، ليكني جاي فورا، ما بطول. وحده من بناياتنا انهدت. شو؟ ولي على قلبي. في عمال متصابين، انا رايح على المشفى. شو ما في حدا غيرك يروح على المشفى؟ بلكي قبضوا عليك هنيك. شو يعني معقوله ما اروح؟ هدول العمال بيشتغلوا عندي، كيف بدك ياني اتركهم لحالهم؟ راما امانه عندك، انا رايح اشوف الوضع وراجع، ما بطول. راما اميرتي الحلوه، ما بدك تبوسي بابا؟ نعسانه وبدي نام. انا رايح مشوار صغير وراجع. ايه يلا بخاطركم. انا كتير جوعانه، طلعت من الصبح من البيت بدون ما افطر. لا بنتي، الفطور ضروري، اذا ما اكلتي بتضلي هيك مثل العوده، شوي تانية رح تطيري بالهواء لقد مالك نحيفة. ايه هيك احلى، على اساس السمن شغلة منيحة. هاي انا عم بسمن كيليين كل شهر، ماني عارفاني كيف بدي نحف حالي بعد ما اقولك. مين بيحب ياكل معي؟ انا عندي اكل خاص فيني وما باكل غيره، لانه كل شي عم يضايق معدتي. فاتح محل سندويش بشارعنا، شفته استاذ قتيبة؟ ايه. شو رأيكم نجيب من عنده؟ هاي انا وبنتي يسرى ما بدنا ناكل، اتصلي فيهن واطلبي سندويشه. ما عنا رقم التليفون. اذا بدكم بروح اجيب لكم، ما انا قاعد ما عم بعمل شيء، وما دام عليا ما انا هون. ليكو احسن شيء تروحوا انتوا الاثنين وتفطروا برا، بلا ما تصير الريحه هون بالمشغل. ايه والله اذا رحتوا بيكون احسن. لانه انا ما عم طيق شم ريحه الاكل. طيب مثل ما بدك، بتروح معي استاذ قتيبه؟ ايه بروح، ليش لا؟ طيب نحن ما منطول. لا مو ضروري تستعجلوا، كلوا على مهلكم. يلا خلينا نروح. تفضل. هذا اللي كان ناقص. حسيبة. نعم. كان في بطانية ناعمة مرة قلت لك ضبيها فوق بالدروج، هلا اجا وقتها، روحي نزليها مشان غطي رامة فيها. بطانية زهر؟ لا مو هي، هديك المزهرة اللي عليها ورد أحمر. رامة بتحبها كتير. مدام جيهان بدي لك شغله. مانك شايف البنت نايمه؟ بس هدول اجوا. مين قصدك؟ تبعت المحكمه. شو؟ استاذي هدى، الاب طلع بس البنت جوا. ايه شكرا، روح انت بل ما يشوفوا. يلا. طيب استاذي. يلا خلصوني بقى. كسروا الباب، ليش ما عم بيفتحوا؟ مثل كل مرة ما راح يرضوا يفتحوا لنا الباب. دكتور فؤاد خلينا ندق كمان شوي. بسرعة بسرعة، يلا بسرعة، استعجل بسرعة. يلا روحي روحي، ليش ما عم تفتح الباب؟ دكتور فؤاد. مرحبا حسيبة، راما هون؟ ايه ليك جوا، تفضلوا. راما راما بسرعة بسرعة. لسه من شوي كانوا هون.
اطلعوا نشوفهم فوق. لوين بدنا نروح هلا مدام؟ يعني لوين بدنا نروح بهالحالة؟ خلينا عم نتفتل بالسيارة شوي وبعدين بنشوف. هذا وضعه كتير خطير. الإصابة براسه في احتمال يكون صاير معه نزيف بالدماغ ويمكن يحتاج لعملية. وفي واحد إيده مكسورة وعنده جروح بكل جسمه. عملنا له كل الإسعافات الأولية. يعطيكم العافية. يعني شي ساعة فيكن تاخدون على مشفى عام. إيه طبعاً بيكون أحسن. بهيك حوادث بتكون الإصابات مختلفة ولسه لهلا عم تجينا حالات وفي منها خطرة. رح نخلي الكل هون. بس يجي طبيب الجراحة رح نبلش بالعملية. سووا اللي بتلاقوه مناسب وأنا جاهز لكل التكاليف المادية. ماشي. ما بصير له شيء مفلس عسكري. خطبنا له وشهر جاي عرسي. ما بصير غير اللي الله كاتبه. طول بالك. طلعت مشان نجيب البطانية للبنت. ما بعرف مين قال لهم انكم جايين لحتى حملوا حالهم وراحوا. طيب بتعرفي ميار وين قاعد؟ هو ومرته وبنته؟ ما بعرف غير انه مستأجر بيت مفروش. والمدام جيهان اوقات بتروح لهونيك، بس ولا مرة اخذتني معه. طبعا ما بتاخدك. اذا رجعوا لهون ممكن تتصلي فيني. طبعا انت بتأمر. حاكيني على هذا الرقم. ماشي. دكتور فؤاد، حالة البنت كتير صعبة، هي علي بتقطع القلب. بس الله وكيلك، أنا ما بيطلع بإيدي أعمل شيء. بحكي كتير بس ما بيردوا علي. ولا يهمك ست حسيبة، أنا بعرف إنه أنت ما بتقصري. أمانة بتسلم لي على الست عليا، والله ما بتروح من بالي. بيوصل إن شاء الله. يلا خلينا نروح. كمان هالمرة جيتنا طلعت على الفاضي. خلينا. علم اهلك شو صاير عليك. مو كأنه نامت كتير. للدواء اللي عم تاخده. تفضلي. جيب لك شي تاكلي. مو جاعي على بالي. بدنا نضل واقفين هون. الو. الو امي. شو صار معكم؟ طمني كيف وضع العمال؟ الاثنين مخطرين والباقي ماشي حال، بس ما فيني اتركهم. كانكم مو بالبيت؟ نحن طلعنا مشوار بالسياره لانه راما هيك بدها. اعطيني اياها لاحكي معها. بعد ما طلعنا من البيت رجعت نعمل بالسياره. طيب ماشي، خليها نايمه. ديري بالك عليها لاني مشغول. طمن ابني وخليك بشغلك. روحي. بتعرف تروح على البيت اللي مستأجره ميار؟ طبعا بعرف روح. كم مرة وصلتي؟ بس كيف بدنا نفوت؟ هونيك البيوت مثل الاوتيلات، البواب بيعرفني، يمكن يعطيني المفتاح. لكن خلينا نروح لهونيك. ماشي. خلينا بالأول نمرق على البيت مشان نغير أوعيه. طيب وبركي كانوا عم يستنونا بالبيت. ما فوت لجوا، بستناك بالسيارة. أنت قول لحسيبة وهي بتعرف شو لازمني. أمرك. إذا سألتك حسيبة لا تقل أنه نحن ببيت ميار، إلا ما بعرف. حاضر. يلا خلينا نمشي. ميار كل لقمة. حبيبي أنا كتير آسفة.
امبارح ما كنت عرفانة شو عم بحكي. انت معك حق، انا تصرفت بأنانية. انا لما شفت راما بهديك الحالة ما بعرف شو صار لي. مشان الله سامحني، ما بحب شوفك زعلان. خلاص انا انتهيت، حياتي انتهيت. لا تحكي هيك، ان شاء الله كل شي رح يتصلح. قوي قلبك ولا تخاف، راما رح تتحسن وتصير منيحة. لوين بدك تاخذ المدام جيهان؟ لسه ما بعرف. معقولة ما بتعرف؟ لا ما قالت لي. روحي هاتي عنك، أنا بشيلها. ليك إذا كان عندك شوية ضمير تكتب لي عنوان البيت اللي بدك تاخذ المدام عليه. بس ما بعرف وين عنوان البيت. لك كيف ما بتعرفه؟ ما رحت له 100 مرة. لك شو 100 مرة؟ هي مرة واحدة، والمدام جيهان خلتني ننزلها قبل البيت. عيب عليك تكذب. خلصيني هاتيها. نعم حبيبي. ليش شارك؟ بشو عم تفكر؟ عم فكر بالمكان اللي بدنا نسكن فيه. أهم شغلة إنه مأمن. أنا من هي الجهة كتير مطمئن، بس خايف يكون ما بيناسبك. أنا ما تفرق معي، لأني أصلا ما كنت مرتاح بهداك البيت، وصلي فترة عم فكر غيره. انتبهت، بس وضعي هو اللي خلاك تفكر إنك تغير. يعني بيتك وإلك ذكريات فيه. إذا مو عاجبك البيت الجديد بستأجر واحد غيره. يعني بركي متعودة على بيوت أفخم. ليه؟ يعني لأنك كنتي ساكنة في فيلا. شو دخل هاي بهاي؟ قصدك لأنه ميار غني؟ صحيح أنا كنت ساكنة في فيلا، بس بعمري ما حسيت بالدفى والسعادة وأنا جواتها. لا تفهميني غلط وتقولي إني معقد، بس أنا ما بحب الفخفخة الزايدة وبعتبرها سخافة، وما بحب كثر المصاري. فهماني عليك، شو مفكرني لهلأ ما بعرفها؟ شو بتعرفي؟ كتير. لو كنت إنسان فاضي وبتفكر بالمظاهر، ايه ما كنت استنيتني كل هذا الوقت، وما كنت وقفت جنبي هيك. صدقيني أنا بنبسط بكل لحظة بكون فيها جنبك وبلاقي ساعاتي معك. ما مليت بعد كل هالانتظار؟ أكتر من مرة تركنا بعض ورجعنا. مليت وتعبت كتير، بس حبي لك كان أكبر من أي شيء. كنت أقول لحالي كل ما تعذبت أكثر لأوصل لك بتصير سعادتي معك أكبر. أنا كثير بحبك. عفوا مين حضرتك؟ أستاذ نعيم، والله ما عرفت صوتك. لا تواخذنا نحن مقصرين، والله ما صار معنا مجال لندق ونطمن عنكم. إن شاء الله تكونوا بخير. إيه طبعاً، شرف كبير لألي إني شوفك. شكرا كثير، انبسطت لأني سمعت صوتك. اجي بكرة؟ إمتى؟ إن شاء الله. معقولة أتأخر؟ مع السلامة. يا الله لو تعرفي شو عمل فيني هالتليفون. طيب فرحنا معك، مين هذا الأستاذ نعيم؟ أوه رفيقي من أيام زمان. وليش فرحت كل هالقد؟ لا نحن لازم نحتفل بهالمناسبة. امو لنعرف شو هي المناسبة بالأول لحتى نحتفل. بكرة رح تسمعوني بالراديو. الأستاذ نعيم بده يستضيفني ببرنامجه. ليش برنامجه له علاقة بالطب؟ الله يسامحك، معقولة؟ ما بتعرفي إنه جوزك كان كاتب أغاني ومغني معروف؟ أنا اللي أسست فرقة أناديل البحر. إيه أنا من هلأ قلبي صار يدق، بكرة رح نسمع صوتك على الراديو، والله ماني مصدقة. حبيب قلبي. جبت لك فنجان قهوة. يسلموا. ميار خلينا نقوم نروح على البيت، قعدتنا هون ما لها لزوم. يطلع الشب من العملية. طيب ما بيكفي خسارتنا بالبناية، ليش ما خليتنا ننقلهم على مشفى عام؟ لأنه في شبين إصابتهم خطيرة. بعرف، أنا ما عم أحكي على اللي بغرفة العمليات، قصدي اللي إصابتهم خفيفة. مو وقتها هلا حبيبي، أنت كتير تعبان.
لا لا منيح ما في شيء. عملنا كل شيء بنقدر عليه، بس للأسف البقية بحياتكم. ابنيات طول بالك يا عم، هذا أمر الله. طول بالك يا عم، انت رجال على مهلك شوي. ميار 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 ميار، طولي بالك مو مشكلة مدام اهدي شوي. شان الله رد عليك، يمكن نزل ضغطه. تكبر بوس ايدك، ساوي شي بسرعة. هات العرباية يا عيوني. ميار لك يا ريت انا ولا انت يا شي. ميار اهدى، لا تفكر بشي. تقدر مشان الله اعمل اي شي. ميار طول بالك. ميار ليش لهلا ما شفتوا العرباية؟ قلقتي بيض؟ منين بدي اجيب لك بيض؟ هذا الموجود لك. شبكة ولا شو ما حكيت بتردي بوشي؟ تضرب هالعيشة. هاي ما فيها ملح. تفضل. ما شفته شو يعني؟ ايه ما حكيت معك شي. ليش هيك عم تطلع فيي مثل الجدبة؟ كيف كان الشغل بأنطاليا؟ من وقت اللي اجيت ما حكيت شي. طمني، ان شاء الله توفقت هونيك. رمضان مجد قال لي انه الشغل. ما تجيبي سيرة مجد قدامي. قال لي انك ما عم تروح هالشي. ايه ما عم روح. شو اخت مرائي؟ شو بده فيني هذا البطيخ؟ طيب مثل ما بدك، لا تروح. لسه مجد ومجد صرعتي لي راسي فيه. احسن ما يحكي يعطيكي مصاري. سبحان الله. اهلين، قديشك ابن حلال؟ هلا كنت عم قلها لمجدولين يا ريت اخوكي مجد يجي يتعشى معنا. قمت فتت. لو طلبت من ربي شي مليون ليره. شو رايك خليه يسخن لك شويه شوربه؟ كثير طيبين. مجدولين روح سخني له شوربه. لا ما في داعي. كيفك استاذ ميار؟ حاسس حالك احسن؟ الحمد لله منيح. لازم تدير بالك على حالك مشان قلبك ما يتعب. ليش؟ قلبه ما في شيء؟ اجته ازمه قلبيه. طبيعي من كثر التعب والتوتر. ان شاء الله ما يطلع معك شيء، بس نحن حابين نطمن عليك. هلا رح نعمل لك شويه فحوصات مشان نعرف شو سبب هي الازمه. مبدئيا كتبنا لك على ادويه مهدئه مشان ترتاح. تسلموا. شكرا. ما عاد في داعي بقى هون، بدي قوم روح على البيت. ما رح خليك تروح، فضل تبقى هون اليوم مشان نراقب وضعك. والله فكرة منيحة، لأني تعبان كتير. حبيبتي الكيوي كتير مفيد، تعي كلي هاللقمة. برافو عليكي. ما حبيتها كتير حامضة. رح حط لك شوية عسل فوقهم، بصيروا كتير طيبين، ايه؟ مجدولين قومي صبي شاي. ما بقى بدي. عادي مجدولين، لا تعذبي حالك. ايه رمضان، ما لك ملاحظ اني متغير بالفترة الأخيرة؟ ايه ملاحظ، يعني كأنك نحفان شوي. ما فهمت علي، مو هاد قصدي. طبعي هو اللي تغير. بحب قلك انه انت السبب. انا شو دخلني؟ انت غيرت لي مبادئ. من قبل انا كنت مفكر انه العصاية من الجنة، لانه بتغير بسببها كتير ناس عاطلين صاروا اوادم، بس انت مو ماشي حالها معك.
يا أما بدك ناس أقسى مني ليربوك ويستعملوا أسلوب تاني، يا أما أنت ما بدك تتغير. إذا قصدك مشان سفرة أنطاليا فأنا كنت كتير مريض. اللي له مجدولين كم مرة اتصلنا فيه بس موبايل رمضان حاجة تخبص. فيك تقلي أنت ليش ما استفدت من العصاية؟ طيب بكرة الصبح من الساعة 6 رح كون بالمشروع، وإذا بدك هلأ بروح. رمضان هذا آخر إنذار لا تصير بني آدم، وإذا ما مشي حالك أنت ما بقى لك شغل عندي. منكون خلصنا، بجي لهون باخد مرتك وابنك وما بخليك تشوفهم بعمرك، فهمت علي؟ بكرهك حياتك. انت مفكر انه مجدولين ما وراها حدا؟ ولا مالها بنت عالم وناس؟ كل واحد ما بيدير باله على مرته وولاده ما بيكون رجال، وحرام عيشته. فكري منيح. يقطع عمرك دربي سد ما يرد. الله ياخدك. قال شو بده ياخد مرتي وابني؟ ايه تعال خدهم اذا رجال. شوف في شي ما بيمسك مني وما بينبع بالسوق. ايه ما في شي احلى مني. قولي جواب. قولي. هو النوم. غلط. مو النوم. شو لك انت اخزري؟ وزع جزر؟ لا ما بتجازي. طيب الحب كيف عرفتي؟ مو انت قلت ما في شي احلى مني؟ انت معي؟ ايه طبعا معك وعلى طول. وبلكي منام. إذا منام ما منفي. بس أنا ما بدي إياه يكون منام، لأنه المنام ما بيخلص، بدي إياه حقيقة. كثير خايفة. ليه؟ بلكي أنت حبيتني بس لأنك عم تستناني. إيه كنت عم استناك. حبيت كل شي فيك، وحبيت كل شي مشانك، صرت شوف الدنيا بعيونك، وحبيت كل شي بدلني عليك. طبنتي هلا. كلامك كثير حلو. خايف يكون حلو؟ لا حقيقة، لو بتعرفي قديش بحبك ما كنتي بعدتي عني لحظة. أكيد هذا القميص لابق لي. والله العظيم إنه لابق لك. بعدين هي مقابلة بالراديو مو بالتلفزيون. إيه حتى لو مفكرتيها سهلة، بعد هالسنين الرجال رح يذكر الناس فيه. والله شي بخوف. إيه والله أنا خايفة أكتر منك. تقول أنا اللي بدي أطلع بالمقابلة. هلأ أكيد بيخلوك تغني كم غنية، ما هيك؟ لا مستحيل، ما بقدر غني لحالي. الشغلة بدها فرقة وعازفين. جوزي رح يصير من المشاهير. خبرتي علي وسمير مشان يسمعوا البرنامج؟ ايه لسه بكير، هلا بخبرك. وقت البرنامج رح نكون بدار الازياء. شو رايك نتصل فيك ونهنيك ونقول لك بدنا منك هالغنيه؟ بس هذا البرنامج ما فيه اتصالات.
أصلاً أمي عم تمزح معك. يسرى، ليش ما بدي كاني ألبس القميص المقلم؟ روح ألبسه وخلصني بقى. شو نحن اليوم بدنا نضل قاعدين بالبيت لبين ما تخلصوا اللبس؟ أنا رح أتصل بكمال عشان أقول له يسمع البرنامج. رح نعمل لك تخطيط للقلب واختبار للجهد ومجموعة تحاليل مشان نقدر نحدد سبب الشيء اللي صار معك، وإذا بتحب نبلش فيهن اليوم. شكرا دكتور، اليوم ما بقدر. كل الشغلة بدها ربع ساعة، يعني بالكتير نص ساعة. حبيبي شو رأيك تعملن اسمنا هون بالمشفى؟ خلص اليوم ما بقدر، آسفة. حظك حلو انك ما بتدخن، لو تعمل الفحوصات بيكون أحسن مشان نطمن عليك. إن شاء الله. نعم. صباح الأخبار الحلوة يا ست ليلى كران. يسعد لي صباحي، كيفك اليوم؟ مو منيحة بنوب. والله الظاهر الحال من بعضه. شوفي أنا هلأ قدامي 3 فواتير والرابعة جاية على الطريق. بعرف، مالي نسياني. أي مالك نسياني وما عم تفيديني بشي، شو بدي أعمل؟ مشان الله أعطيني شوية وقت، يعني بعد إذنك أنا صارت معي شغلة. شو صار معي؟ ميار إجته أزمة قلبية. قلبية؟ معقول هالحكي؟ ليش أصلاً هو عنده قلب لتجينا وبقلبية؟ بعدين بتصل فيكم. معناها بس يطلع بالسلامة بنجي منزوره.